السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بهذا الفيديو راح نشرح شلون نسوي ميك باترن او شلون نصنع باترن داخل برنامج ادوبي فوتوشوب 2021. مبدئيا نحتاج احنا صوره، وحتى نكرر هاي الصوره ونسوي لها تكرار، لان الباترن هو اساس التكرار سواء كان على التكست او على لاير، يحتاج لنا نسوي ديفاين لاي صوره. فمثل ما تشوفون هسه هنا انا مختار صوره داخل برنامج الفوتوشوب، اي صوره تقدر اسوي لها بلايس، ومن اداه ريكتانجل سيلكتنج تول، عفوا ريكتانجل سيلكتنج تول، تقدر تحددها بهالشكل. وبعد ما حددناها نروح على قائمه اديت، ومن اديت نختار ديفاين باترن. بعد ما نضغط على Define Pattern راح نختار الاسم لهذا الباترن، وليكن اي او اي اسم انتم تختاروا. وبعد ما نختار الاسم نضغط اوكي، وهنا حددنا الاسم مال باترن مالكم. اما باقي التفاصيل مثل ما تعلمنا بالفيديو السابق شلون نقدر نستخدم الباترن بشكل عادي وطبيعي، نضغط Ctrl D حتى نلغي التحديد. وبعد ما نلغي التحديد نختار اللاير مالتنا او نسوي لاير جديد بهالشكل، ونسوي ب فول كلر او نسوي بالشيب اللي نريد نسوي عليه الباترن. طبعا انا اختاريت هذا اللون مبدئيا بس حتى يكون عندي لاير مثل ما تشوفون، يصغر ويكبر بهالشكل. ونضغط على اللاير مالتنا، كليك رايت بلندنج اوبشن، ونختار باترن اوفرلي، ومن باترن اوفرلي نختار اللاير اللي سويناه مثل ما تشوفون، اعطاني الصوره وكرر ليها بهالشكل. طبعا الانجل رجعها صفر او الزاويه رجعها صفر، راح نشوف انه برنامج الفوتوشوب كرر لي الباترن بهالطريقة. ومثل ما نلاحظ انه اكو مسافة بين كل تكرار وتكرار، بحيث الخلفية تطلع عندنا اللاير اللي احنا اصلا مستخدمين اللون مالته هو البينك هنا، بس لانه احنا حددنا اللاير في اصلا فراغ، نقدر نختار غير صورة وبنفس الوقت تكون بدون فراغات، راح يكون التكرار بدون اي فواصل. مثل ما تشوفون هسه انا حددت التحديد وكان التحديد باطار من الفراغ، راح اختار غير صوره واحددها، وبعد ما احددها نشوف التكرار شلون راح يصير ويا هاي الصوره. بعد ما نضغط اوكي راح اخفي اللاير، ونرجع على الامتي بانل او المساحه الفارغه، ونروح من فايل نختار بليس، ونختار الصوره اللي نريد نكررها ولتكون هاي الصوره. طبعا احنا ما يحتاج نختار صوره حجمها كبير، لانه التكرار يعتمد الباترن عليه او الباترن يعتمد على التكرار. مثل ما تشوفون هنا أنا زغرت الصورة، وراح اجي على الريكتانجل ماركي تول واحدد التحديد داخلي بدون اي فراغات مثل ما تشوفون قدامكم، واروح على قائمة اديت، ومن قائمة اديت نختار ديفاين باترن او تعريف الباترن مالتنا، ونختار اي اسم تريده، اي اسم تريده، A B C، اي اسم ارقام، اي شيء تقدر تختاره حتى تحفظ الاسم مال باترن مالتك. طبعا بعدها راح نعرف شلون نستخرجه من برنامج فوتوشوب ونستخدمه بعدين. من باترن نيم نختار ليكون B، نضغط انتر. بعدها نرجع على اللاير مالتنا اللي سويناه، نفعل باترن، ونضغط على الباترن ستايل، ونختار الباترن اللي سويناه جديد. هنا أنا مثل ما تشوفون التكرار مالتنا صار بدون اي فواصل، وهنا وضحت عندنا الفكره.
وبعدها راح نجي نغير الانجل، راح تتغير عندنا زاويه التكرار مالتنا او زاويه الصوره مالتنا، وكل الامور اللي تخص باتمان يعني كاستخدام باتمان انا شرحتها بالفيديو السابق تقدرون تشوفوه. الموضوع كله متعلق انه انت تختار صوره وتحددها ماركي بالماركي ريكتانجل ماركي 2، وبعدها تسويها ديفاين سواء كانت براش او باترن او حتى شيء. اوكي، ونقدر نغير السكول مال الصوره مثل ما تعلمنا بالفيديو السابق، وكل الاعدادات هاي موجوده بالفيديو السابق انا شرحتها تفصيل. ونضغط اوكي. زين، احنا هسه نريد نطبق هذا الباترن على التكست، يعني شلون نخلي التكست الستايل مالته باترن. كل اللي علينا نروح نكتب اي تكست، بس نكتب اي تكست هنا وليكن طبعا هذا التكست هو الديفولت، وبعدها نختار blending option، ومن blending option نروح على pattern overlay بهالشكل، وراح تشوفون انه طبق الباترن على التكست. نقدر نغير الباترن سواء هذا او هذا او حتى هذا، زي ما تشوفون هنا نقدر نسوي له سكول، نزغر ونختار الستروك هنا حتى نغطي طبعا الستروك رجع كلر نزيد كذي نسوي واحد نزيد الاوباسيتي مالته ويصير عزل عن مثل ما تشوفون صار عندنا الباترن داخل الكتابه. ولهنا انا سويت كفر لكل موضوع الخاص بانشاء الباترن واستخدام الباترن، واي شيء تحتاجون داخل برنامج الفوتوشوب تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات. انا حاضر، تحياتي، اشوفكم بالفيديو الجاي.